بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 30 من شرح السير المسالك لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الفقه إن شاء الله. ورحنا الدرس بالنسبة لسلسلة شرح كتاب معروف لسير المسالك. أرجو الله أن يسهلنا به كل مسالك الخير من الأخرى. هذا الدرس هو رقم 30 بالنسبة لشرح أسهل من ذلك. الدرس الليلة رقم 30 إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والنار والجنة حقا خلقا ترى الجزاء للنعيم والشقاء. واجب أن نعتقد على أن الجنة موجودة الآن جاهزة والنار الآن جاهزة موجودة حال لا موجودة جاهزة والجنة موجودة جاهزة. ولذلك إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النار يقفل أبواب النار وينفتح أبواب الجنة. وينادي منادي عيط حد من قبل الله من عند مولانا: يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر يدبر. يا لهام الحسنات يتفضل ولمكم دور السيئات يهرب من رمضان دخل. إذن دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الجنة موجودة الآن. أمرين الجنة؟ قالوا العلماء أنها فوق السماء. بالنسبة للنار أمرين؟ قالوا واحدة أنها تحت التراب والمهم بعد منهم مجد. الجنة ما يثبت لنا أنها تحرك، والنار يوم القيامة لا يعود بخزائمها، عندها 70,000 خزامة. 70,000 خزامة ويقضيها الملائكة وهي تتفتر منهم لا يترصم عليها المحشر. ناس حاصرة كاملة يتخرص ولا يتشوف مخلوق منور الهمولان أهل النار ولا يتشوف رقاق قبل المحشر وهي تجلب الدور. يعود الملائكة ينقروها يخبطوها إلى يترصب عاقبين بالجامعة ينطوها كيل فرق. قال العلماء هي النار بعينها وتخرص. قالوا والله، لأن مولانا قال يا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزهيا. على ما عندنا تسمعهم معناها تشوف ان هي تطير عليهم وتطير نفسها. اذا واجب اعتقاد على ان الجنه موجوده والنار موجوده. هاي ما يشك في احد. الفوق ما هو مسموح فيها. ايه الكيس يسمح بالشرب. ما هم عرفتوا الجنه ما يدخلها احد يكفر بالله. معناها النار معناها الجنه لا يدخلها من يكفر بالله. حد كامل ماتوا هو الشاك مولانا. ما يشم رايحة هوا حرقا يدخلها. لأن مولانا قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا يجد يتوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجد يتوجه فيه لأن حد مات كافر ما يتوجه فيه حد من الأنبياء. ولا يرحم مولانا أبدا ولا يمرق النار أبدا. هذا كلكم يا الله يتوسدوا ليله وتبدأوا معاه. ان حد مات هو ما هو متأكد من لا اله الا الله. هذا معناه شنو؟ معناها الجميع اليهود قسمنا وجميع النصارى لعل زوكم المنظمات وقسموا عليكم الاسعافات والمنظمات الخيرية ويعدوا لكم القنجوات. اعرفوا على ان يرجعكم سمن اهل النار وعاو لا يطيروا عليكم شمل حيران يقدوكم. إذا جاءكم اليهود ونصارى ودقوكم وبناولكم وعادلوكم يا الله تعودوا عاسين بني لجاءكم أهل النار قوطري. والواحد منهم عند منين يعود فور سكرات الموت يجيه الخبر من مولانا إن مولانا عطبان عليه هذا ما يرضى عنه والعياذ بالله. ما يدخل الجنة ولا صلوا عليه اللي في الواق شوط من العلماء والاولياء وطلبوا له مولانا وطلبوا له اولاده مولانا ما ينفع فيه. الكفار لا يدخلون الجنه ابدا.
واحد جار مولانا مشرك عقيدته خاسرة لا يدخل الجنة أبدا. من ركان الناس اللي تشهد ما إله إلا الله بيس النار والله وبرد إيمانه صحيح وعقيدته سليمة يعني بيه ذنوب لابد دوره من يجيس النار إلي يكوى بيسوء لدم مع رب العالمين يعذب به اللي كان يزنى ويعذب به اللي كان يسرق ويعذب به اللي كان يوكل الغيبة ويعذب به اللي يظلم الناس ويعذب به اللي غش ويعذب به اللي عاق ويعذب به اللي يوكل الربا ويعذب به اللي يخون ويعذب به اللي قاطع الرحم يعذب 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 يا غير مين يعود قلبه مات فيه لا إله إلا الله ما يتم في النار يعقب مين يطهر مولانا رأي كان لا ينحبس 100 عام وهو يتقل في نار في جهنم هو ذا النهار يعود حامي قاعد روح من الشفر لا تعبان بكريفي فكيف الأطوال في نار جهنم خارج من الناس اللي يتفضل عليهم ولا النار قاعد ما تمسوا جعلنا الله ما النار ما تمسوا كي الانبياء الانبياء النار محرم عليهم النار ما تمسهم ابدا والتران ما توكلهم ابدا واحد الى فوت عمر الدنيا كاملة وهو في طبقات الارض في شوفها ما توكلوا التران لانها مهموزة عنه النار ما توكلوا والتران ما توكلوا والملائكة ما يوقف عليه يسولوه ولا يفتش بها اللي توسى بيده ومولانا راضي عنه وبها اللي ما قط خادع ولا قط ظلم ولا قط حدرش ما يرضي مولانا عينيه طاهرات وفمه طاهر وابنيه طاهرين وتخمامه طاهر وقلبه طاهر وفرشه طاهر وكرسه طاهرة وكرعيه طاهرين ويديه طاهرين وجسمه ما قط مس أجنبي هذا النوع ينتكف قبره ينقال متكيم تمونك ما عندك مشكل ما في حد يقرا لي إذا الجنة واجب اعتقاد انها موجودة والنار واجب اعتقاد انها موجودة قالوا في الحديث ان يوم القيامة نين يدخل مولانا ان بعض الناس يدخلوا مولانا النار وهو يعود هو يعود كان بطرو ان يدخل في النار ويقمس فيها ويسد منها يقولوا للملائكة حد قاعد وشتة نعمة في الدنيا قط قاعد جبرت من التباطرين في الدنيا يقول مان الله لكن قطرت شمونة في الدنيا هو راه هو يعود بطرا اللي في الدنيا ومونة في القط جبر النعمة في الدنيا يلين يقمس في النار ويوخى القدام يقول له هل وجدت قاع نعمة في الدنيا يقول لهم الله ما رأيت نعمة يقام ناخذ واحد من الجنة وقط كان فقير وضعيف وعين وعورة وكراء وسحاء وواقع والمرض والألم وكل شيء وش بعض شمل كدر في الدنيا ما هو عاد يدخل في الجنة ويطوشا يسلوه منها يقول له هل وجدت كدر يقول لهم نار الله ما قد برشي كدر الجنة ما يضوق طعمتها مخلوق ما نسي كل كدر والنار ما يدخلها مخلوق ما نسي كل راحت وليلك قال من الدنيا اشبه فيها اللغمة الحلوة والجقمة الحلوة وانها الغريبة انها من تتخطى فمك ما تتفطن حلاوتها ما تتخطى الفم والنمى اللي تقعد عليها في الدرس هي مخنزة هذه هي الدنيا الحضر كي يشنب يشنب لا يرضم قل يا رهوة لك اللغمة لا عطعمة لا تخطى الخنزة والله يا لك عقوبة الدرس مخنزة إذا ناس تلباسك تبطل صلاتك ومنسة ولا سميتها مخنزة ولا تتعددها من الإحياء الوقيه به اللي عورة هل عنك هو طاجن وهو بنافة اللي ملاهم متروق للهبو هل عنك هو طاجن وبنافة اللي رايحته مخنزة هل عنك طاجن وشمونة ومعنى منسس لباسة هذه هي الدنيا فلذلك عاد وارك الناس اللي عباد مولانا حق حق خايفين من الدنيا به اللي من الديابتها ما تغر ارواي انا مرقت منك تمرق مخرز ارواي انا شميتها رايحة لا تنحمل اجماع ما بيت عود فيه تستتر عن الناس ولا ما استخفه من السستة وهو طاشي
هذا رهواركم الرجال فات عليه عمره هو ما وخاطر له يفوت عليه زمان هو يرقص ويرقد حالي وكل ويعود في الحقيقة له هداي قال وجهه المقدس مر منه وعاد بك يمشي وكل حرام ويسرق يدور كان ويقطع يعد البرافة يقال ويا المخلوق انت للي كلت هو عموك تنخلص عصيت ربك وخلصت وتأسس واجب اعتقاد على ان الجنة موجود والنار موجود وهي كاملين جاهزي والجنة فيها بلايص على قدر الاعمال الصالحة كل حضر عنده نسبة نوع من الاعطاء عنده باب من النار على الشكل يعني اللي منها مثلا الصوام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في البيت جنة بابا يقال له الريا لا يدخله إلا الصائمون كيف نقول مثلا قصور شو من الديار من الجنة يدخلها الناس اللي كانت صائمة والواحد منهم أن يسقى من ميحتها والبنها يعطي كلام إلى الزمن هو طعمتها ما مرق القلب بيه يأكل المشاف اللي قط الصوت وهو صائم يبطوار وفق وقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في أيام الخالي بينما يعيزوكم الناس اللي تشرف في رمضان وتشرف شهان له قابلة فيها العروسة يوم القيامة تعود الناس ينتبون ويمرق منها النجاسة يخلط فيها وقال لهم واشربوا هذا هو الخالي من الخالي ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين يجمع له الأوساخ والأمور اللي تتقاطر من الرجال وينقال له النار اشربوا ياك اشربوا لكم ياك لأنكم في الدنيا كنتوا الذي تولسوا يشربوا طوب هنا اشربوا لكم ياك يا شرابة الخمر ويقوا ياك يا الناس اللي ما غادي لها فيه لا تقدات ويتعشاه لكن اللي توكل ما غادي لها فيه وهؤلاء نجمعوا لكم أوساخ المخالب ونجاساتهم الدنيا لجوابكم حد عاير الله ان يعصي مولانا يجمع شم الليهان ما يقدر يتخمم به العقل ولي يرضى مولانا عنه يجمع شم التبجيل والنعيم والإكرام ما يقدر يخمم فيه إذن واجب اعتقاد الدليل على ان الجنة شو رسمه قالوا لي ان مولانا قال سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قالوا هذا دليل على ان الجنة الفوق قالوا النار صنع دليلها قالوا موجودها بعض الآثار الأحاديث تدل على النار تحت ويدل عليها الحديث إنه إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم النهار يحمى به النار ومعنى أن النار يطرى عليهم بأن تحت الأرض قالوا شرح الدليل الآخر قالوا الدليل المولانا يتريد يذكره الجنة قال كلا إن كتابه إن كتب الناس اللي طيبه يجي يطلع شر اسم به للجنة به وكتبه النار ما يطلعوا كلا إن كتاب الإبرير الناس البارة الطيبة لفي عليين الهول أيوة بالنسبة للكفار قال لا كلا إن كتاب الفجر لفي سجين قال حكم يرجع إلى نهر النار عملهم أمورهم كاملة نعود بالله تحت بينما أهل الجنة واحد ينعدل عمل صالح يفتح له السماء بينما الكافر والفاسد ينعدل طاعة والله مردناه كذا إلا تم أشري تلحق السماء جابها الدم مضغو والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يري جيد منه في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين إذا بدأت تصوبوا إلى المعنى بدأت تدخل عن الرأي لعلنا جاكم فقيه ولا فقيه ليه قلوا إحنا مسلحين إحنا من القوات المسلحة إحنا اللي قبلنا من العلم عنده الدليل وله أسواق وله التبكيب وله البيتات وله أمواء عندنا عليه الأدلة إذا عاد واحدة من العلماء قالوا شهاني حتى إحنا عندنا شهاني عندنا دليل طيب يقول كلمة أخرى وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد قال لنا الواجب علينا نعتقد كامرين على أن أفضل حد خلق والله في السماء والله في التراء أسوى الملائكة وأسوى الإنس وأسوى الجن جميع الخلق الله أفضلهم على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه وسلم صلاة دائمة لدوام ملكك، صلاة عدد ما خلقت، صلاة ترضى بها عنا وننال بها رضاك والفوز عند لقاء والأمن من مكرك وسوء قضاء. أحسب الحد خلق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد رأيالكم ولا أن مولانا خاتم الأنبياء ما طلبنا ولا حضرنا في إجماع ولا أحد منا خلق ذهب الأمة وقال له أنت رسولك أفضل الخلق، أنت رانك لك قرأتك متوليك أفضل حد، هذه نعمة ما يقدر قدرها أحد. وقالوا من شدة كرام مولانا للنبي صلى الله عليه وسلم وفضليته عنده أنه تم يعطيه من الكرام عادي أكرام أمته من أخلاقه. قالوا لي ما يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأفضل الخلق وأمته على وعدتي هي التالية. قالوا لي كالتالية هي القالية، أن التالية هي القالية. قالوا لي ما يوحوا، قالوا بهم اللي مدبر عليهم بياك مصلحة، قالوا لي أنهم العاد هم اللولين تظهر عوراتهم من وراياك تخلق أمم خرين وتجيش من الشعوب بالقبائل ويعقل يجي رسول ورانا وينزل عليه كتاب وتبين فيه حقائق نحن اشعرنا مولانا هم التاليين اياك اخبارنا ما تشتد قاع ما يجي رسول ورانا يرفض اخبارنا واسرارنا يتم يذنب الموم الى يوم القيامة. انيك استاخيرة فيها السترة على العباد واسمع دور الفائدة الاخرى الفائدة الاخرى ان احنا امني وانه اسلام انا جبروها كامل شنهي ان يعود الواحد منا ما يطوال متو في الارض، لان الناس اللي من زمن ادم وهي في طبقات الارض عشر مئات الالاف وهي تحت الارض محبوس اللي منها طايع ما قاس الجنة والمنع عاصي ما قاس النار، هذه الامة المحمدية عدلها الله هي التالية ياك يعود اللي راح من الدنيا ما هو ياسر ياك ما يطوال بقاءها في الارض لكن ارتاح ما يفوت ياسر في طبقات الارض وياكم ثم لا تعطي ياسر وهي مرنجة تحت طبقات الارض يفهمتوه ولا ما يفهمتوه ان اختار لها مولانا عقب ياك اعطاها كتاب وجاء له وتولى مولانا حفظه الدين ما وصايد عن القرآن وهذا القرآن لما حفظه مولانا يختلف الناس ويتمين قالك هذه لا يدع مختلف فيه ونعوذ بالفرق قال بعض العلماء ما رأي خالقه تصبح الدنيا من الدين جاء مولانا يستير حزن وقال اراني انا محافظ هذا ما قد حد يزيد حرف ولا قد ينقص نعم من الله تعالى اشعر يا كام عقب ياك قال مولانا خفف عنه كانت الصلاة طويلة 50 صلاة عدلها مولانا 5 صلوات وعاد يعطينا ليش رأي ليها ليش يعطيهن وهي معايا تقصر كانوا الامم اللي سابقتنا يصلوا 50 صلاة وعلى حد ما يجبروا الكرية ولا ملك يدخلوا ليا انا نصلي 5 صلوات ولا يجبروا نفس الكرية خسر عنا مولانا في عددها وخلانا شرها مبكر عطرة معوضة مولاها ظلم اشطان ومعي يخلص انقلع عنه يا من عدد ومعي نعطاه لزر تمكان وهذا من بركة الرسول من فضل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق حامدين مولانا على خلق وحامدين مولانا على تفضل علي من عند الرأس وحامدين مولانا اللي آمنا به وحامدين مولانا المصدقين بين عنده اي وصى ما الدقار فيها انها متوليها يا الله تحامله في حياتها ويا الله تحامله في مماتها ويا الله تحامله في وحكتها ويا الله تحامله في طاجينها ويا الله تحامله في دعالها ويا الله تحامله في الدنيا وتحامله فيها كامل حد تبقيه ومعجب به حامله اياك يعود القايل حق اما ترقصه وتقول انا عبد المدح وتغني تغني انك تمدحه وانت كوير هاي ما هو صالح قلت لك ان بسلم انك تبقيه قبال ومعايا ما تشم الترى يا ما تبقيه ومعايا من يقول لك المسؤول مرده تقوم دافع وتنفلها ويقول لك ان بسلم الرواية ما تحرك مبلك هاي ما هو حق حد رواية زينة عنده كبيرة يلمها عنده ويحافظ عليها والموت دونها ولا تسمع حد يقول شيء والنبي صلى الله عليه وسلم جدوره وتموت ولذلك الصحابة واحد ينيته يسمي النبي صلى الله عليه وسلم يرصف جدوره كامل كامل جيش قط واحد من الصحابة خبط واحد من الصحابة خبط واحد من المشركين اللي يصير عينه بعد حاكمين هلا عليه جيش شوي ما بدخل له يقيه من قال له قتادة أبو قتادة رضي الله تعالى
هذا الصحابي لقيد العين وخايف هلا تطيح اللي هي المدلية حاكم لها اللي عليك وقام يتقدم بها وجل الله رسول صلى الله عليه وسلم يعني شاء قالوا يا رسول الله أنا متزوج والعليات ما يبقوا حد دعوة نختارك تطرب المولانا يرد عيني عيني هل ما يصل عنه بيهن يعود خاصني الشوارع يعود حالك ولا ما مكذ قالوا ما تصبر لا تصبر قالوا ما قدر نصبر بيهن القضية لا يتسبب لي قدر مساي ما نترمو للجيد للعين وردها بملدح وقالوا يا مولانا هذا الراجل كان عين ويدافع عن عيني أنا وطال منك تردوا عينه به اللي كانت عينه تدافع عن عين رسولك صلى الله عليه وسلم يرين قال هذا رشعة العين في بلدها ولا تحس بها يا عرجاء العين وهيك عاد بتخلق تروا مشكلة عاد ان يقبل ماهي وهي عين وذيك اللي مسها من فهم عاد تزين من الاخرى هذه العين القد طاحت عاد تزين من اللي ما مسش وعاد قاعد يتمنى يا الله لما صابرهم طاحت الطيب يا مهي اللي قاعد اللي كما سقلت شيء عاد عيبة عيبة ما يزين لا إله إلا الله لا إله إلا الله حضرني يرضى عنه مولانا تعودني تدافع عن عينه وتعود عينك انت يبقيها مولانا ويزينها ويعطيها واحد من الصحابة مدحوا قالوا يا فضفوك معناها الله لا يطيع أمك عاش مية ما تخلق بتمسن حد يشبر قاعد دعوة من الفتران ما يجي سبب الإسلام دكتور السنين يخليه قاعد مستحفي قاعد قالوا لا فضفوك معناها الله لا طاحت لك سن عاش الراجل عاد شيباني والدنيا اللي قدوا الصلاة تفهمها هو ما تخلق تمسن لا إله إلا الله واجب اعتقاد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله قالوا لي تخلقته حس بها السماء سهل السماء وحس بها بالتراب حس بها بالسماء والتراب التراب فطروا المسلكين والناس فطروا في التراب طارق هش لو قطع طارق هش والسماء فطروا حتى هل دخل النخلة كانوا سابق لا تنظمها يمشوا وعود يصمتوا ويسمعوا كلام الملائكة وحس الملائكة يتكلموا يعرف دي شم اللي كلام يسمعوا ويقلوا به للطراء الليلة اللي خليك فيها مبسرمة قلوا ماشي طالع الليلة نقربوا من السماء قاموا فيهم الشيخ عاد الليلة منهم قرب يقوم عليه وشهر يطول انبهروا النخلة من السماء طارية للواي قاموا عيط المدير العام كيلهم هذا اللي قالوا إبليس بوه النخلة النخلة كامل يجمعوا لبوهم إبليس لأنه شوي باني فارق تاريخه واخباري في المحمص قالوا له قلت لك السماء طارية في مردة ودرنا نمشي حد يبقى الأخبار ما تربوا شاء قالوا محمد يعرف لكل مردة شن قام يزقنا في الأرض يهوانه هو اللاني نقرم من مكة فطنع لمها عليها ملائكة طاريين مقرضينها اتقرضي طار الله ناور شعل أولاد وقال لهم قلت لكم السماء الأرض طاري فيها شيء ويبدون له مكة وحامل بالكم الأخبار إنشي القرآن يعلق عليها قال أها إنه النخلة قالوا وإنا لمسنا السماء جينا نقرب منها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها كنا نقعد قريب منها مقاعد للسمع للصمت يا غرر هو قال له لا ترى حد يقرب لها لا يجيشها وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلى أنا يجد له الشهاب الرصد انفضل الباب عاد الكون قاع متخلط به اللي رصدنا مجنر هاي عاكم ليه تخلقتوا هاي قاع لن يخلق ليه تخلقتوا من درقاع ليه تريسرتوا ليه تعود شين ليه تحيشرتوا من مكة إلى المدينة ليه تعود شين الكون كامل يتغير به اللي دخلوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابيات الجليلات مستقبلين وشايب من مكة يقولوا طالع على البدر علينا ولا يقولوا طالع على النبي هو أكبر عندهم وماري قلوبهم كأنهم ينظرون إلى القمر ليلة 15 يقولوا طالع على البدر والبدر تنقال القمر ليلة 15 و14 طالع على البدر علينا ميزانيات معناها كديات السقيري ووجب الشكر علينا ما دام لله داعي هذا أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم كافيكم الما خالق نبي ما ينادين مولانا في القرآن باسمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيطه باسمه محر يقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
يا روح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا زكريا وإنا نبشرك، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، يا ياف لا كل هل يطلب اسمه إن يتحق نفسنا، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها المزمل قم الليلة، يا أيها المدثر قم في أنجل، أما يا محمد أبدا لا إله إلا الله، أفضل الخلق على الإطلاق خاتم الأنبياء صلاة. نرجو الله بالفضل الذي تفضل به عليه أن يجعلنا من خيرة أمته، وأن يحشرنا في أعلى وأفضل زمرته، وأن يجنبنا بما أعطاه من فضله كل مكروه أحاط به علمه بالدلالة، وأن يجعلنا على قدمه حتى يتوفانا وهو على رب، ويجعلنا من كل يفرح بهم يوم القيامة يجار معه. في واحد يرى في المنام عن واحد من الصالحين قال له رأيت في المنام، قال له رأيتك في المحشر وحدك مع رجل ما يدك بيده، قال يا اخوان احنا متفرقين انك واقف في المحشر داير يدك في يدك لا معكم ولا قال ما معكم ولا قال داير يدك في يدك قال بعض العلماء انه عبد من ينبعث يوم القيامة اول حد تنشق عن الارض يكيقو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم تطرطق عن الارض يرقى براسه وهي الارض تبدل تماثل الصوره اليعر يخرص اذا واحد من اصحابه تطرطق الارض ابو بكر تاكل فتر يا ربي خصنا بعجائب فضل اول حد يقيم منه من اصحابه ابو بكر هذا الجنرال اللي ينقال له الصديق اللي ما قط ديما سعم مرضات منار يتخمر قال مرسل من ماخر الصحابي ما قط عثار وعدش ما يتواسل إلا أبو بكر ما قط عيط وعش من دي منار وطعت وحر محال أبدا ما قط حرم أبدا على أمر من أوامر مولار تنشق الأرض هو أبو بكر ينبرص تنشق الأرض هو عمر ومتكين الآن فكته حد منكم جالس المدينة إن يوقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخوتي نشد الموت حجر خاتم الأنبياء في طبقة له هذا الواقف لي خاتم الأنبياء هذا اللي فكتاف ثانية اثنين هذا ارتاكي فكتافهم عمر بن الخطاب هذه مدة تحت طبقة الأرض بهل يكون نفسي لائقة الموت والحكم لله عز وجل ينبرزون الاثنين كرون الله جنرالا يطرح ايد العربية على ابو بكر ويد العسرية على عمر ورياك تعود الناس تتبلس كيه الربيع اصباح السحاب لكن يخلق السحاب يتعود بيته تمطر مع اصباح ويالك كل بيدة هي مشقوقة فيها بيدة مارقة منها راس الريح ياكو ولي يخلق الناس لهي تتبلس مشقوقة على الارض وتتبلس كيه الربيع مع اصباح السحاب يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير تنشق عنهم الارض يتمرزون الغرق لهم كنا مرقى براس المؤمنين يقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله هم الكفار من بحرين الناس وكنا مبرزة الكفار من قلم العيار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من مرقشين احنا شوعانا يجاوبوه من المؤمنين يقولوا ما هذا ما وعد الرحمن وسرق المركب يقولهم هذا هو قال مولانا هذا هو قال الملك وعد الرحمن وسرق المرسل يا رب اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين يا مولانا كما سمعتنا في بيوتك وعلمتنا من علمك اجعل ذلك حجة لنا في الدنيا وفوزا عند لقائك والأمن من مكرك واجعلنا جميعا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واجعله شافعا فيها مشفعا واجعلنا من خيرة أمتك لا إله إلا الله نعم وبعدهم خليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم يا لنا على الواجب علينا نعتقد خالي الخمسة من الأنبياء هم أفضل الأنبياء
أفضلهم كاملين نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكلكم تاكف قبر دورين قال له من ربك؟ وين يسوى العمولان ويجاوبين قال له قاعد في الخيام بهني من الساعة اللي تكوفوا من الملائكة كيف تشوف يعني يوفوا ملفه كامل ما تبقى مسألة ما وقف عنه. يا ربي احلم عنا يا الملك يا مولانا احلم عنا يا ربي العالم بأحوارنا استرع لأحوارنا والقه بلا أحوارنا ومآرنا إنك سميع مجيب أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا راه نبي ولا رسول انقفرت الليها ما شفتوا إبراهيم وركين تعدل وتوفى ما هين قال عليها ترامبو وين قام بالعربية الختم شعر ملاد مثل ما خاتم الأنبياء معناها وصيته التالي انظر ختمت به ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو انظر هو وصيته عليكم مات نبي نبي راه مات ملاد خاتم مخلوق على وجه الأرض إلى قيام الساعة ولا في كتاب لا ينزل نص مورا القرآن ولا في الشريعة ولا في الشريعة ولا في أمة ولا في أمة هذه أمة لا في التماشة إن ينفخ في الصورة تنتهي الدنيا لا إله إلا الله أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء من متوليه رقم اثنين إبراهيم خليل الرحمن إبراهيم أركن الذي مات من الشافر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تمشيت شهر السنة السابعة عدل أن يلطف اسمه يطلع شهر واحدة من السماوات ترجاله مجموعة من الأنبياء يسوي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقول له هما يقول له يا فلان وفلا يعني الحق السنة الساتة هو الراجل واقف قال له يا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الأنبياء خلقه سابقه هو ما يعرف والحق السنة الساتة قال له يمنه قال له هذا موسى موسى كلم الله أهل مولانا لو أخير أهل مولانا لو أخيرت لهي وأخيرت موريتاني اللي تعودني فا أهل مولانا لو أخيرت لي وقرب به المولان حبلي نعود راضي عنه ملانة تعود واخير تتقرم من ملانة ولين تقول له ورخص تدخل من هويك ولين تعقد وجهك وفش وتراقد تدخل لك مشكلة ولين تطفي عليه تدخل ويك ولين تبيت فلوسة تدخل ويك ولين تخليه ما تقدر تدخل ويك ولين تخليه تردم السيارة تدخل ويك بهذه المخلوق اللي يرضى عنه ملانة ما يبكي حد يبرمده وليانك عاد الإنسان مركيد ويصلي ما يتخل من قدام حد يقبل على مولانا عود عابوش هو محترم حد راضي عن مولانا ما ينقر بشي ما هو طيب اسمعوا ياك يا بوليس واسمعوا ياك يا جندر واسمعوا ياك يا القرب واسمعوا ياك يا دوان مخلوق تراعي فيه يعني سلم الخير تكايس منه لأن مخلوق إن يقبل على مولانا عود عاد عنده حرمة ما يكايس معاه ما يعدل يعدل الشانت أرواده العاديين والشادية ولين اطراع ان مثلا شهر اسمه السابعة اللي هي اسمه الثانية ما وراها اسمه لهوال الراجل اللي قاعد قال مثلا جبريل قال له يا جبريل منه قال له هذا ابوك ابراهيم خليل الرحمن لا اله الا الله وعنكم ابراهيم ابراهيم عليه السلام طلب مولانا يعطيه ولد وعجب عاد دعوتويك يا النبي صلى الله عليه وسلم العاد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال لهم أنا دعوتوا أبي إبراهيم خالق طالبة قال لهم قد تطلبها إبراهيم خليل الرحمن في زمنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يا كان وسبحان الله طالبة إبراهيم أجابت النبي صلى الله عليه وسلم وعاد طالبت وأكبر منه هو لا عاد يلي طلب المولار أكبر منه هو عند مولار يا المؤمن الخبيط طالبة مولار تجيب حد أكبر منك شجاع ما قادر ترك دون أرض به العظم قالوا هذا منه قالوا هذا إبراهيم خليل الرحمن بوك حتى يتنوى مدريد وسلم عليه قالوا مرحبا بلي ابن الصالح والنبي الصالح هذا ولي قالوا هذا إبراهيم خليل الرحمن قالوا والله اللي خرصنا مثلما هو الزر العربي
ما عليها قدامه شي كي ظالمه قدامه شي حرك ما عرف شنو. قال له سمع جبريل قال له شنو اللي مع ابراهيم؟ قال له هذا الشاشره. قال له تركه تركه صغيري. قال له كيفاش؟ قال له هذا حد كامل من هذه الامه، كل حد كامل من الشاشره مات مسلم. لا قالوا تم مجموعين عند ابراهيم لنعود يوم القيامه تجي سويح من الجنه الجنه اللي منها كامل تخل الجنه يجي ابراهيم ويدخل عليها طفيل ولا طفيل تقول له هذا طفيل كنت حاضر ولا كنت انا هو الشارف عليهم. كنا بعد هي روضه الاطفال وهي حديقه الاطفال وحد يجبرها يقد يدير فيها شاشه كامله. يا أخوة حاضرهم تعرفوا لماذا يحضرهم به اللي قال مولانا ملة أبيكم إبراهيم هو أبو المسلمين وعاد شاسرتهم هو اللي يحضر اللي موتها كطفيل صغير يترك. قالوا إبراهيم يعود عارفوش أطفلتها في المات صغير وطفلتها في المات صغير يترك. قالوا إبراهيم خليل الرحمن ويوم القيامة قاع اللي يموتوا لك شاسرة صغيرين وتعود متممون بالله. يطور الملائكة بطابقك ماشيين بك يسحبوك شورنا ويقول شاشرتك الصغيرين قال لهم قيسوا الجن. يجوا الشاشرة الصغيرين يوقفوا عند الفام الجنة ويقوموا يتبكى يمشيلهم مدار الملائكة يقولوا لهم شن بكيهم؟ يقولوا لهم يدوروا وباط. يجيهم الخبر من مدار ان باتهم مجرمين وقاسوا لنا راهم هم صدقوا لنا. يقولوا الشاشرة معدري مظاهرة يا ربنا لا حاجة لنا في الجنة وباتنا في النار. اللي منهم كامل ماتوا هو يشهد ان لا اله الا الله ينقال لهم ردوهم ردوهم لاولادهم ولا هو يبب وداه لا يطوشر من اخلاق الطفيل هو كان قاس النار قاس النار هو جاي يقود هو كان صم وقاس النار جاي من اخلاق الشاشه اللي ترقاهم من الم يقول ارحم الراحمين ان هذه المخالق لابد ان يرحم بهم وهو تجايت وقود انت صم وجاي تقبض من اخلاق الشاشرة اللي بلا يوم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله افضل من انبياء النبي صلى الله عليه وسلم. ابراهيم هو المتولي وراياك يجي نوح قال وحدين ما هو الترتيب الصحيح وراياك يجي ابراهيم هو الثاني ويجي وراياك موسى ويجي وراياك عيسى ويجي نوح عليه السلام. نوح عليه السلام قط دعاء لأمته طرطق مولانا السماء والتراب سنتين بالمنين تحول الكوكب دماء قط شجع لأمته به ما بيتسمع الحق وفوق 950 عام يدعيهم يا الله ما بين يسمعون أعذب عليهم ودعا ربه واني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفدرنا الأرض عيونا فارتقرنا. إلا أصحاب الجيم شرس نعات التراب تحت قاع من أجيالهم الطرد قدا لعل يبقى شي يشرك معاه رجل. هذا المخلوق اللي دعوته تغير اسمه التراب ودمر الكون. أول حد من فضلي يا نبسة متوليه إبراهيم خليل الرحمن متوليه موسى عليه السلام متولياك عيسى عليه السلام والتالي منهم نوح عليه السلام. هذه الخمسة قالوا أن لهم إن قال لهم أولو العزم الواحد منهم من الساعة اللي عضوا دروسه على طاعة مولانا ما قط رترت ولا قط ديمس ولا قط تعاق مع الأوامر اللي يتكى في طبقات لو هذو هم أفضل الأنبياء جميع اللي رسل مولانا أفضل ما يخلطه. قالوا لا ما قبوا مناش قالوا لي أن مولانا نص عليهم وحدهم نص عليهم وحدهم من دون الأنبياء. أوحينا إليك كما أوحينا قال في آياته شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قالوا ما دام مولانا قريشهم وحدهم وأحسنهم لائحة معناها من فضليتهم ما لحق نبي آخر. إذا الأفضل الأنبياء هذه الخمسة إبراهيم هو الأول رقم اثنين معناها النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول ابراهيم رقم اثنين وراياك يجي موسى من فم يجي عيسى من فم يجي نوح. هاي الخمسه اقفروا عليها قلوبكم نرجو الله كما تفضل عليه ان ينجينا من كل مكروه في الدنيا والاخره انه سميع مجيب. ايوا نعم غير مصر افضل وكامل اولي العزم عبدك الرسل الرسل افضل من الانبياء خارج من الانبياء ما هو مشى ما لبس الحق قال لا يجي جبريل ويعلم وياكل يعبد به مولانا ويطيع مولانا ما يعصيه ويتم هو فاصه يعمل وتوف قال ما يمشي بلغ الناس خارج منهم اللي ينقال للرسول لكن اللي يمشي قال له تم ماشي بلغ الناس
يعمل هو في دينه ويبلغ الناس. أفضل الأنبياء لكن منهم رتسل، والمتوليات لكن منهم ما رتسل، معناها مفوتين. أفضلهم أولو العزمي، وقلنا لكم الخمسة، وعلى فريدان كل حد رتسل كامل، وعلى فريدان كل نبي معناها جاهل وحي. النبي تعرفوا معناها شنو؟ قال من مستق من النبي، من نبو، النبو معناها تعرفوا النبي، النبي تعرفوها لبنود اللي راقب من التراب. سمي النبي نبيا لأنه على نبي راجب به المقام اللي أعطاه وعاد كينه على علم والناس التعب. النبوة من النبو وهو المكان المرتفع. عادوين قالهم الأنبياء بهم اللي على نبي راجب بهم المقام اللي أعطاهم الله. واحد شوف لو كان مع الناس يا غريب تغرس حالته، ده هو لك هو نبي والناس تحته قرقة. ما يقول لي حقول بلي. أيوة نعم. هم الأنبياء. هم الأنبياء لا قلنا. هم الملك الخاص. كذلك واجب علينا أن نعتقد على الملائكة ما كيفتهم شعار ملي، بناء الأنبياء ما هم واحد، كذلك الملائكة ما هم واحد. ملائكة كاملين ما يعصون وما يأكلوا ولا يشربوا ولا يبولوا ولا يرقدوا ولا يعصموا ولا خال. واحد منهم قالوا جبريل قطعوا ضموا لنا على بشرة، مشى لها جبريل دخل جناحه تحت ورفدها ينعاد واحد السماء يصمتوا لها وقلب. لكن اللي شفته قرادير يعدل الجلف ويرفض الأشياء الماعة ويديرها لعربته ويقلوها، هذا اللي عدلوا الحديد. الملائكة دار لهم مولانا قوة غريبة، الواحد يمشيه مولانا طبقات الأرض لا تقدى ولا كاملة بعروقها ويقلب. وش هدروا مولانا اللي هو جبريل بن القوم؟ قال لي قوة عند العرش مكين مطاع، وفي قوة عند العرش على انه عنده قوة ما هي عادية به اللي دار مولانا في شمل القوة، يعني يمشيه الأرض يدخل جناحه من تحت دولة كامل ويقلب التراب ما تكلفه سب، ويحوز على جبل ويخبطونين يصبح شمل دقيق. وين مولانا تلاه ينصر الصحابة الفوز متبدر والنبي سلم يقودهم هم 313 تم متخمم والنبي سلم متخمم الكفار 1000 زيد والمشركين 313 و14 على هذه هم المسلمين الصحابة برئاسة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة 313 والخمسة الأخرين 1000 ويزيدون. هذا الجو اللي أنت شنو الخيول والطبول والكفار شنو وأصغاريتهم أصغاريتهم معاهم يقوا وان مثلا ما مع احد يغني له لا احد يزاغلته ولا يقوا يا غير معاه الله 313 مصلين صلاة الصبح والجماعة وبيتين قائمين الليل وفيهم مخلوق وكل غيبة ولا نميمة لا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. لا الرجال هذا المصقر ما بهم شارلي ولا بهم الدين ألا بهم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كل هدار لميانة سباقة اللي تشوفوا تعرفنا يا موجوقة اللي تقابلوا مع المشركين وثلاث الدنيا وتتراقف من سلم مخلع به قلة الصحابة وكارة الأعداء يتم يتضرع المولانا ويسهل المولانا أن يغيث الصحابة ما يضيعهم ولا يخليه يفر اللي يتبرم على أبو بكر يتبسم. ده اللي أبو بكر يقول له سلم يقول له أضحك الله سنك أنت شو أحكك يا رسول الله. قال من تعرف ما شفت يا أبا بكر؟ قال له أنا قال له خو علي جبريل يقود قاع كتيبة من الملائك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو جبريل يقلب دولة ومعنا قاع يقود صنق جبريل بابط عمامته ويقود يلحم الملائك ونابط الهيار ويلحق رام الملائكة يقودها إسرافي والهيار ويلحم الملائكة أما اللي يقودها ميكائيل. عاد النبي السلام يتبسم يراعي في المعركة دخلوها الملائك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا كنا علامنا أن يمدنا ويمد المشاهدين في أفغانستان والمشاهدين في فلسطين والمشاهدين في كشمير. هذه المدنية الدخل وقال لكم أنه ما بين يطيح في ليلة القار يلي عشر عليه الدماء سعر يدخلوها الملائكة وقالوا موريتاني يدخل أبو عمودي مولهم ودبول من يدخلوها الملائكة وقال لكم رسالة يبقى لها
أول شيء جاءنا أخبار إن الملك ما يضر المدفع لأنه هو مخلق من النور، وبالتالي إذا ظليت تخبط إلا تسقط تعمارك والملك ما يعلم لك. هم مخلقهم منارة بطريقة ما تأثر فيه مصلحة الأرض كلها. إلى أن اللي عندك من عميجرة وعمارة وقنبلة ومدفشره وطياراتك يدخل الملك وظل الشطغال فيك وانت طياراتك فد لقى ما حركش. لا إله إلا الله. جبريل ميكائيل إسرافيل يقودوا مجموعة من الملك كلهم باط أعمال. لا إله إلا الله. وصوروا الصحابة قالوا واحدين يا الصحابة انتم افطنتوا الراعي قال مولانا الملائكة جاءوا مولانا قال في القرآن تستغيثون ربك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. ومرة قال لهم هو يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصرين. كل طائفة من الملائكة عندها علامة وعندها حالة ما تفاصل بها على الأخرى. والمعركة لهم افطنتوا المعركة الملائكة افطنتوا لهم. قال لهم بعض الصحابة والله إلا ندفعنا في الكافرنا إلى خبطوا ثم يطيح قدامنا قاع ما مسينا. قالوا ما تفاصلوه بس تفاصلوا بين كتروه الملائكة واللي كتبتوا انتوا. يقولوا لهم فاصلوه لوان جلوا كيل عليهم ماس من النار. الله يقول عنا بموت موسم مطمع حامي في النار وطرحتوا لجنبه بيشد الصوت الملائكة. والملائكة ما كانوا يشاركوا قاع في المعركة ما يتخافوا مع الناس، لكن قال لهم مولانا دخلوا المعركة وخبطوا. عاد الملائكة ما يعرفوا الخبير يقول مولانا قال مولانا يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أيوه شواسوا قال لهم فثبتوا الذين آمنوا سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى الملك ما هو عارف شواسي يقول لهم اضربوا فوق أعناقي واضربوا منهم كل برمة. منار نعت لهم يقول لهم اخبط النار اقبت الواحد واخبط ايديه لعله يخبط الصحاب. عاد الملك الله يحوز على ايد الكافر ويخبط اصبعه ويبقى ما عنده شيء يحكم به. والله من يتقابل مع رقبته يحفك راسه يجيبه قدام. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا يا مغيث كلنا مغيث يا مغيث وغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا في دنيانا واغيثنا في اخرانا واغيثنا عند الموت عند السؤال عند الحشر عند النشر عند تطاير الصحف عند الميزان عند الصراط عند العرض الاكبر. يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا يا مغيث كلنا مغيث. اللهم يا مغيث كلنا مغيث. اللهم يا مغيث واغيثنا في كل امورنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم كما اغثت اهل بدر وكما اغثت من تحب من عبادك كلنا مغيثا بعظيم غوثك يا سميع يا مجيب يا قريب يا منان يا وهاب كلنا مغيثا. اللهم كلنا مغيثا. اللهم لا رقع في كرب الا كنت لنا مغيثا كريما رحيما ودودا لطيفا. اللهم يا مغيث واغيثا. 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 اعتقد ان الوقت قد انتهى. ما فرش واصل واصل نعم صدق قال الوقت مثال من دقائق شوي. نعم بسم الله قول صديق ثم للنسك. قال الواجب علينا اعتقاد ان افضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق. الصحابه 120,000 120,000 تخرجت على يد النبي صلى الله عليه وسلم كامل كلهم كانوا يخرصوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. اللي تخرج على يده مازال قاعد على وشهر 120,000 لكن زايد على 20 مختلف فيه. يا غير 120,000 راقبة صحابي يذكر الله ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناس له اللي جالس مكة يفتحها اللي هو متافق توا 10,000 عسكري 10,000 صحابي كلها مصلي في الجماعة كلها ما عليه الجنب كلها ذاكر المولان كلها بايع دم رقبته المولان كلها يمشي من عند عياله بنيته وما تيرجع
خارج في سبيل الله حق حق ويريد وجه الله حق حق بلا نفاق ولا خداع. واجب اعتقاد ان افضل هو ابو بكر ثانية اثنين، والدليل على انه هو افضل حق به اللي قال مولانا ثانية. قال بعض العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم توفى عاد باحر من يديره خبره، قال ابو بكر العمر، قال له يا عمر انت قوي ويعطيك تعود هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. إن الله